أحييكم وأستهل النشرة بالعناوين. أهالي العسكريين المخطوفين يواصلون تصعيدهم. يوم ثان من الحرب الجوية على داعش والنصرة في سوريا. كيف توفيت الطفلة زهراء حسن شهاب؟ عزل أهالي العسكريين صباح اليوم البقاع عن بيروت وقطعوا طريق ظهر البيدر وكل الطرق المؤدية إلى مداخل البقاع، ولا يزال طريق ظهر البيدر الدولي مقطوعا وقد نصب الأهالي خيما في وسطه. مزيد من التفاصيل معنا من هناك الزميل مارون نصيف مباشرة. مارون، هل يمكن القول أنه يعني خلص الطريق أقفل نهائيا؟ نعم ماريو، بالفعل بحسب ما قال لنا الأهالي الطريق لن يفتح بالسهولة التي كان يتوقعها الجميع، وحتى الأجهزة الأمنية هناك مساعي أمنية كانت واتصالات قائمة وجارية مع الأهالي، ولكن كما ترون عملية إحراق الإطارات في وسط هذا الطريق لا تزال مستمرة. هناك ثلاث خيام نصبها أهالي العسكريين المخطوفين وسط هذا الطريق، ومنذ قليل بدأت تصل إليهم الغداء المأكولات والمشروبات، وكذلك سمعنا بينهم من يقول إن هناك حوالي 200 فرشة طلبوها لأن هذا الطريق لن يفتح، وهذا الاعتصام هو اعتصام مفتوح على طريق ظهر البيدر الدولية. كما ترون هناك رتل من السيارات، هناك زحمة سير خانقة، وهناك عدد كبير من الشاحنات التي علقت ولم تستطع المرور في اتجاه البقاع. الطريق منذ الساعة 8:30 مقطوعا، وعند الظهر انضم إلى أهالي العسكريين الذين كانوا قطعوا طريق ترشيش التي تربط البقاع بالمتن الشمالي، بعدما شلت كل طرقات البقاع التي تربط البقاع بالعاصمة بيروت. عند الظهر فتح طريق ترشيش وانضم أهالي العسكريين إلى زملائهم هنا على طريق ظهر البيدر. كل الأحاديث التي سمعناها هنا من أهالي العسكريين تفيد وتؤكد أن هذا الطريق الذي قطع ليس فقط بالإطارات المشتعلة وبالأتربة أيضا لن يفتح بسهولة. الأهالي العسكريين يطالبون الدولة بالتحرك، هناك مطلب واحد لديهم التفاوض والمقايضة، يصلون في طلباتهم إلى حدود المقايضة وإلى حدود إطلاق سراح السجناء الإسلاميين في سجن رومي. نبقى الآن ماريو مع أبرز ما جاء في كلمة والد أحد العسكريين المخطوفين الشيخ حمزة حمص. ماريو، يا دولتنا العتيدة، وعفوا للتعبير، نحن صلنا 55 يوم عايشين بصفقة كذب. ليش؟ لغاية امبارح، لغاية آخر نشرة أخبار امبارح بالليل، نحن معتقدين أنه ملف العسكريين والأسرى هو بأيادي أمينة، بس لغاية امبارح، ويا دولة لغاية امبارح بيقولوا يا خيي هيدا الملف في ناس بالحكومة مش ممشيت لنا ليه، بس لغاية امبارح صار العكس. يا دولتنا كانت الكرة بملعب غيرك امبارح، بس الكرة اليوم بملعبك أنت. فإذا ما عندك استعداد تعرفي تلعبي بهاي الكرة، اعملي معروف اعطيها لغيرك. إننا نناشد الشيخ مصطفى الحجيري والشيخ أبو مالك والإخوة في هيئة العلماء المسلمين أن يكملوا معروفهم بالسعي لإطلاق باقي الأسرى المظلومين. لم نرى أي تغير في مسار عمل الحكومة وأي إيجابية، وإن أجل ذلك فقد طفح الكيل، وجئنا اليوم لتبليغ الحكومة والمسؤولين تحذيرنا بأن نحملها مسؤولية ما حصل وسيحصل، فأنتم تعهدتم باستعارة جنودكم الذين ضحوا بكل غالي ونفيس لدرء الخطر عن لبنان، ونحن اليوم نطالبكم البر بعهدكم، فحياة أخي ومن معه وأمانة برقبتكم، وهم ينتظرون جهودا عليكم بذلها مهما كان الثمن. كما على طريق ظهر البيدر، كذلك على طريق ترشيش وطريق معصر الشوف، أهالي العسكريين اعتصموا مطالبين بالإفراج عن أبنائهم.
فصلوا بيروت عن البقاع، قطعوا ثلاث طرق رئيسية: ظهر البيدر رشتورة، ترشيش دهور شوير، كفرية، معاصر الشوف. حملوا صور أولادهم ونادوا بصوت واحد الدولة للتوجه إلى جرود عرسال وتحرير أولادهم، وإلا فهم سيذهبون بأنفسهم. بيقبل ابن يموت على حدود لبنان بإسرائيل مش بلبنان، بيقبل ابن يستشهد وبرفع راسي فيه بس ما بيقبل ابن يندبح، ولا بيقبل ابن ينحط بجباله ما حدا يسأل عنه. حاجي بيعونا، حاجي يكذبوا علينا بزيادة هالقد. يرحمونا، يتطلعوا فينا، تعبنا ما بقى فينا. كرامي لله، كرامي لله، يجيبوا لنا أولادنا بأي طريقة. على طريق معاصر الشوف كفرية المشهد ذاته تجمع لعدد كبير من أهالي العسكريين المخطوفين، قطع الطريق بالإطارات المشتعلة ورفع صور للجندي سيف ذبيان. بدنا الله يطلعهم بالسلامة لسيف ولكل الأسرة اللي معه، ومتمنى منهم لحقيقة من سنين، ومترجاهم إنه يسرعوا وضلوا إنه معنا ويوقفوا حدنا ويساعدونا بهالموضوع. كل ليلة بيمسك صورة بي وبقول بدي بابا، واشتقنا لك يا بابا، بس يحطوا هالصورة قبال عيونهم بس يشعروا معنا. عن جد حرام والله حرام. التفاوض اللي هو بسير السلحفات مرفوض مرفوض مرفوض. الدول كلها فاوضت، كل العالم بتفاوض مشان جثة عسكري، كيف الأحرى مشان أبطال كانوا عم يحافظوا على كرامة البلد ومنعوا نقل الفتنة إلى داخل المجتمع اللبناني وإلى داخل لبنان كله. نحن منأكد على كلام الرئيس وليد جنبلاط، الزعيم وليد جنبلاط اللي وجد لهم حل بيحفظ كرامة الناس كلها وكرامة الوطن وكرامة الدولة وكرامة الجيش، تسريع المحاكمات. وبعد صرخات الغضب والحزن فتح الأهالي الطريق. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في خلال لقاء الأربعاء النيابي ألا علاقة لانعقاد الجلسة التشريعية بموضوع التمديد، مشددا على أنه لا يزال عند موقفه الداعي إلى الانتخابات النيابية. ومعنا من عين التين الزميل يسبك وهبي لإطلاعنا على مزيد من التفاصيل. يسبك، يمكن إدراج اللقاءات اليوم في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد الجلسة التشريعية الأسبوع المقبل؟ نعم، هذا ما أبلغه الرئيس بري للنواب، تحدث عن تقدم في هذا المجال، تحدث عن سلسلة اتصالات من بينها اجتماع مرتقب لهيئة مكتب المجلس لتحديد الأولويات. لا زالت هناك بعض الأمور في هذا الخصوص بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب، بعض التفاصيل التي يجري العمل على حلها بين وزير المالية وبين بعض رؤساء الكتل، وهذا أيضا تحدث عنه النائب إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، والأمر يجري أيضا متابعته بين كل من خليل والنائب جورج عدوان وبين خليل ومسؤولين أيضا ونواب من تيار المستقبل. شدد الرئيس بري على أن هذه الجلسة أولوية، هناك توافق حولها ولكنها لا تعني أنها ستكون متوازية مع التمديد، وقال: موقفي ما زال معروفا ولا زلت عنده أنني مع إجراء الانتخابات النيابية. وبالنسبة للأخطار المحدقة بلبنان والمنطقة، شدد بري على أن وحدتنا كلبنانيين هي الضمان لنا في مواجهة هذه الأخطار. وبالنسبة لموضوع العسكريين المخطوفين، اعتبر أن هذه القضية هي وطنية بامتياز وتستوجب منا موقفا موحدا حيالها. رئيس المجلس النيابي تلقى برقية للتهنئة بعيد الفطر عشية العيد من النائب سعد الحريري رئيس تيار المستقبل، تمنى له فيها أن يكون هذا العيد عونا له من أجل المضي والمساعدة في الحفاظ في جهوده التي تحافظ على منعة لبنان وتطوره وتعزيز تماسكه الوطني. سنستمع إلى ما قاله النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه رئيس المجلس النيابي حول الجلسة التشريعية وكل ما يواكبها. وضعت دولة الرئيس بأجواء تكتل التغيير والإصلاح ودولة الرئيس عون، خاصة بما يتعلق بالجلسة التشريعية المقبلة اللي عم ينحكى عنها بمواضيعها بجدول أعمالها، وكان في يعني بحث بهذا الموضوع. كمان كان تأكيد يعني مناسبة لإعادة التأكيد على موقف التكتل من ضرورة أن يكون هنالك في تشريع، مش من هلأ، من 4 أشهر نحن حكينا وطلبنا مرارا وتكرارا، وزرنا رئيس الحكومة واتقينا مع دولة رئيس بري عدة مرات حتى نأكد على ضرورة أن لا يترك البلد من دون تشريعات استثنائية تتصل بمصلحة الدولة العليا. آخر التطورات عرضها مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان في دار الفتوى مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كذلك بحث المفتي في الأوضاع الراهنة مع سفير قطر علي بن محمد المري. في حادث مأساوي تعددت فيه الروايات، فقدت بلدة تولين الجنوبية ليلا
طفلة السنتين زهراء حسن شهاب بعد إصابتها بطلق ناري في عنقها انطلق خطأ من بندقية صيد كانت في يد أحد أقاربها، في حين تقول رواية أخرى إن أبناء البلدة كانوا يحتفلون في منزل والد الطفلة بعودته من السفر، وقد أطلق النار أحد الأقارب من مسدس حربي ابتهاجا وأصيبت الطفلة زهراء من طريق الخطأ، وقد نقلت جثتها إلى مستشفى تبنين الحكومي وفتحت القوى الأمنية تحقيقا في الحادث. وعلى الرغم من مرور نحو 20 ساعة على لم تصدر أو تصدر القوى الأمنية بيانا توضيحيا عن الحادث. اعتقلت الشرطة الأسترالية مراهقا يبلغ 14 عاما بتهمة تهديد الناس بالقتل أمام كنيسة ومدرسة سيدة لبنان في هاريس بارك في غربي سيدني. وكان التهديد قد أثار موجة من القلق عندما مرت سيارة تحمل علم داعش يوم الثلاثاء الماضي، وقام من في داخلها بتوجيه التهديدات إلى المواطنين بقتلهم وذبح أبنائهم. وألقي القبض على المراهق واتهم بالتهديد والتخويف والسلوك العدائي، وعلى الأثر نقل إلى محكمة باراماتا للأحداث حيث وجهت إليه هذه التهم، ولم يعرف بعد إذا شاركه آخرون بتوجيه التهديدات أو أن مسؤولين دفعوه للقيام بذلك. تتابعون بعد الفاصل. فرنسا وانتقاد الأداء التركي. ضربات جوية جديدة على سوريا تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية، وهذه المرة على كوباني. فلماذا ضربت هذه المنطقة وما هي الأهداف؟ لا تزال مدينة عين العرب أو كوباني بالكردية واقعة تحت تهديد تنظيم الدولة الإسلامية، فبعد الضربات التي واجهها التحالف الدولي ضد أهداف متعددة في سوريا، يحاول تنظيم داعش إعادة انتشاره من تلك المناطق باتجاه المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا. داعش كان طوق كوباني بالكامل، وهي تعد ثالث تجمع للأكراد في سوريا، ومنذ يوم الأحد عزز سيطرته على منطقة واسعة من الحدود مع تركيا، وسيطر على أكثر من 60 قرية في عين العرب، وكان يسعى إلى تأمين امتداد جغرافي على منطقة كبيرة من الحدود بين سوريا وتركيا. وعين العرب أو كوباني تشكل عقبة أمام تقدمه نظرا لوجودها وسط هذه المنطقة على الحدود. كما أن سيطرة داعش على كوباني يشكل تهديدا مباشرا للمناطق الحدودية في الشرق مثل القامشلي، حيث الانتشار الأكبر لأكراد سوريا، وبالتالي طلب الأكراد بتوسيع الضربات الأمريكية باتجاه كوباني لحماية وجودهم، خصوصا بعدما هرب نحو 400 ألف منهم إلى تركيا. وفي اليوم الثاني على حملة التحالف الدولي على داعش، أغارت طائرات حربية على مواقع انتشاره في تلك المنطقة وتحديدا بالقرب من كوباني، مستهدفة مواقع في منطقة صارين ومناطق خطوط إمداد تنظيم الدولة الإسلامية على بعد 35 كيلومتر جنوب شرق كوباني. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن الطائرات الحربية جاءت من الأراضي التركية ولم تكن سورية، لكن الأتراك نفوا الأمر وأكدوا أن لا المجال الجوي التركي ولا القاعدة الجوية الأمريكية في جنوب تركيا استخدما في الضربات الجوية ضد الدولة الإسلامية. كشفت زوجة عامل الإغاثة البريطاني ألين هانينغ الذي تحتجزه الدولة الإسلامية أنها تلقت رسالة صوتية من زوجها من أجل الإبقاء على حياته بحسب بيان أصدرته من خلال وزارة الخارجية. وأضافت زوجة هانينغ إنها لا تدري لماذا يتجاهل قادة الدولة الإسلامية الظروف المحيطة بسجن زوجها ولماذا يستمر التهديد لحياته، لافتة إلى أن محكمة إسلامية برأته من تهمة التجسس. وكان هانينغ ضمن قافلة مساعدات في شمال غربي سوريا في كانون الأول الماضي حين اعترضها مسلحون واختطفوه. عبر وزير الدفاع الفرنسي جان-إيف لودريان عن أسفه لغياب التعاون مع الأجهزة الأمنية التركية بعد وصول ثلاثة فرنسيين يعتقد أنهم جهاديون إلى مطار مرسيليا بدل باريس، حيث كان الأمن الفرنسي في انتظارهم بعدما بادرت السلطات التركية إلى تغيير رحلتهم. وكان الجهاديون الفرنسيون الثلاثة العائدون من سوريا من طريق تركيا قد وصلوا إلى فرنسا الثلاثاء من دون أن تعترضهم أي مشكلة.
أفرجت السلطات الأمنية الأردنية عن الداعية الإسلامي الأردني المتشدد عمر محمود عثمان المعروف بأبي قتادة من سجنه جنوبي الأردن بعدما برأته محكمة أمن من تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح في عام 2000، وأمرت بإطلاق سراحه فورا. وأفادت وكالة فرانس بريس أن نحو 15 شخصا من أفراد عائلة أبو قتادة كانوا في انتظاره على بوابة السجن في جنوب شرقي عمان قبل أن يستقل إحدى السيارات العائلة ويتوجه إلى منزل والدته في عمان. وقد شكر أبو قتادة في تصريح مقتضب محامية بريطانية والمحامين الأردنيين الذين وقفوا إلى جانبه. رأى الرئيس الإيراني حسن روحاني أن توصل طهران والقوى العالمية إلى اتفاق نووي بعيد الأمد ينهي العقوبات المفروضة على طهران سيفتح الباب لتعاون أعمق من أجل السلام والاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب. ولفت روحاني أمام رؤساء التحرير قبل التجمع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أنه لا توجد خطط للقاء الرئيس الأمريكي أثناء وجوده في نيويورك. تتابعون بعد قليل. تعليق ملاحقة ساركوزي. وقعت صدامات في باحة المسجد الأقصى بين القوات الإسرائيلية وعشرات الفلسطينيين الذين كانوا يحتجون على وجود زوار يهود في الموقع بحسب ما ذكرت الشرطة الإسرائيلية. وقد أغلقت الشرطة مداخل الحرم القدسي بالتزامن مع سماع القنابل الصوتية من الشوارع المجاورة في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة. علقت محكمة الاستئناف في باريس التحقيق الذي أدى إلى توجيه التهمة إلى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي منذ تموز في قضية فساد حسب ما أفاد مصدر قريب من الملف وكالة فرانس بريس. والقرار غير قابل للمراجعة ويمنح استراحة لساركوزي ولو أنه لا يزال يواجه تهمة الفساد للاشتباه في سعيه للحصول من قاض على معلومات بشأن ملف قضائي يتعلق به. وقد صدر قرار المحكمة بعد أيام على إعلان عودته إلى العمل السياسي وترشيحه لرئاسة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية. حققت الهند رهانها بوضع مسبار في مدار المريخ لتنجح في أول مهمة هندية نحو الكوكب الأحمر نظمت في فترة قياسية. ويشكل نجاح مهمة الدوران حول المريخ التي نالت إشادة لانخفاض تكلفتها البالغة 74 مليون دولار دفعا لبرنامج الهند الفضائي الذي يمتد 5 عقود. ويتطلع رئيس الوزراء الهندي المنتخب حديثا إلى التوسع فيه ببنية أساسية وتكنولوجيا أفضل. ختام النشرة، إلى اللقاء.